السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يناديك المنادي وانت صاحي جالس البيت، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر 4 مرات، كل واحدة تقول لك الله أكبر من اللي في يدك، الله أكبر من اللي انت مشغول فيه، الله أكبر من كل شيء. تعال، ثم يناديك المؤذن ليقول لك أشهد أن لا إله إلا الله، يذكرك أنك أنت تشهد بأن لا إله إلا الله، ثم يقول لك أشهد أن محمد رسول الله، يا من تشهدها تعال، ثم يقول لك حي على الصلاة، تعال حي على الصلاة، ثم بعدين حي على الفلاح، ويكررها حي على الفلاح، هذا هو الفلاح الحقيقي. ثم بعدين يناديك في صلاة الفجر ويقول لك الصلاة خير من النوم، يلي نايم الصلاة خير من النوم. ثم يختم لك ويقول لك الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر. ثم أنت على حالك جالس تسولف وكذا وكذا، ثم يناديك المقيم المؤذن يقيم الصلاة الله أكبر الله أكبر، ثم يكرر الأذان ويختم ويقول لك قد قامت الصلاة، يا رجل قوم قوم، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. ثم بعدين يقول لك الله أكبر الله أكبر والله أكبر من كل شيء، لا إله إلا الله.